دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اعرف حجمك، تعالوا نعرف حجمنا النهاردة علشان كل واحد فينا ما يعطيش نفسه أكبر من حجمه. ده سؤال مهم، يا ترى حجمك قد إيه؟ شايفين السيارات قد إيه من فوق ناطحات السحاب؟ تعالوا نشوف هنا، ده رجل بيتسلق الجبال، شوف الجبل، ده مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، شوفوا ربنا رب القرى. ادي حجم انسان فوق الجبل، انتوا ملاحظين يا اخواني الرجل اللي فوق الجبل، في واحد على هذا المرتفع وواحد اخر على هذا المرتفع، شوفوا سيشير السهم الى الرجلين الواقفين، يبقى حجم الانسان قد ايه بالمقارنه للجبل. وده على فكره مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، زي ما هتشوف بعد قليل. هتشوفوا ده إنسان اهو واقف فوق الجبل، والتاني أيضا واقف فوق الجبل اللي قصاده، ودي مرتفعات مش كبيرة قوي، ولكن شوفوا حجم الإنسان بالنسبة لها قد إيه صغير، يكاد لا يذكر ولا يرى. ودول ناس بيلعبوا في أحد دول أوروبا. أما نتخيل هذا الموقف، ده على بعد كيلو متر واحد. فين أنت دلوقتي؟ حد فينا شايف الناس اللي موجودة؟ طيب على بعد 1000 كيلو متر أصبح الناس فين؟ طب البلد اللي كانوا فيها فين؟ طيب ها، على بعد 100,000 كيلومتر أين أنت وأين أنا وأين الناس؟ هنا بدأت الأرض تدخل مع مدار القمر، الاثنين واضحين وبينين، على بعد 1,000,000 كيلومتر مربع. ها انت فين؟ كرة الأرضية بقت قد ايه؟ حلقة في فلاه كما قال ابن عباس رضي الله عنه، دبلة في صحراء واسعة. طيب هنا بدأت كواكب أخرى تدخل على الأرض، شوف الأرض بقت نقطة ضئيلة وضعيفة، وبدأت تختفي الأرض، خلاص الأرض اختفت تماما، وبدأت المجموعة الشمسية هي كمان تبدأ الأمور تظهر زي ما أنتوا شايفينها دلوقتي بالضبط. ها أين نحن وفين مجموعتنا الشمسية وفين الأقمار والنجوم والكواكب اللي بتتبعنا؟ إحنا فين دلوقتي؟ الشمس غابت، وكمان النجوم وكل ما نمط إليه بصلة كله راح. أما بعد 100 سنة ضوئية، واحد يقول لك سنة ضوئية يعني مسيرة الضوء لمدة سنة، احنا فين دلوقتي؟ ادي على بعد 100 سنة ضوئية اختفت كل المجموعات وكل ما كل المدارات وكل النجوم، هتبدأ مجرة جديدة اسمها درب التبانة. درب التبانة دي شايفين الغبار ده؟ الغبار ده مئات الملايين بل مليارات من النجوم والكواكب موجود، هو ده الغبار اللي غطست فيه مجموعاتنا ونجومنا وكواكبنا اللي احنا بنتبعها. شوفوا ادي بعد 100 سنة ضوئية احنا فين؟ ادي درب التبانة، ادي درب التبانة، شوفوا حجمه وشوفوا شكله عامل ازاي. ده درب التبانة وهو مجرة من مجرات السماء، قال تعالى والسماء ذات البروج،
آدي بروج السماء وآدي أجرام السماء وآدي كواكب ومجرات السماء. شوفوا مجرات السماء بعد 100 مليون سنة ضوئية، حتى مجرة درب التبانة مع مليارات المجرات اللي موجودة راحت خالص، ما بقتش موجودة، وبدأت السماء هي كمان تتغير. سبحان الله العظيم، بعد 10 مليون سنة ضوئية الكون كله عبارة عن غباريات. انت حجمك ايه وليه بتعصى ربنا؟ والله فوق عرشه يسمع ويراك ربنا رب القلوب سبحانه وتعالى. شوفوا عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الى هذا المكان، شوفوا المكان المبهم اللي عامل زي الغبار ده، توقف العلم الحديث. توقف العلم الحديث. واحد يسألني طب انتوا عرفتوا الكلام ده كله منه وشفتوا ازاي؟ انا حوريك. يا ريت يا استاذ ياسر نرجع لبقيه الفيلم عشان قبل ما نتحدث. الميكروسكوبات اللي موجوده اللي هنشوفها دي دلوقتي هي دي اللي رصدت هذه الاحجام وهذه المسافات. ميكروسكوبات وتلسكوبات، شوفوا ده كله مكان مقام فيه ميكروسكوبات وتلسكوبات علشان يتشاف اللي احنا شفناه دلوقتي. عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. فده شوفوا المكان احد جدا علشان الرؤية وبدقة. وادي كمان تلسكوبات في القطب الشمالي لرصد هذه النجوم والأجرام السماوية. وعلى فكرة في ناس كتير بتسلم من هؤلاء العلماء. والفيلم ده سبحان الله العظيم أثر فيهم جدا. شوفوا ادي وقت هم بيرصدوا هذه المجرات بهذه المسافات البعيده جدا. اختراعات بيخترعوها بقالهم عشرات السنين، بالذات التلسكوبات على فكره بقالها مئات السنين مش عشرات السنين.